اللهم إن كانت محسنة فزد في إحسانها، وإن كانت مسيئة فتجاوز عن سيئاتها. يا ربي أبدلها دارا خيرا من دارها، وأهلا خيرا من أهلها، وولدا خيرا من ولدها. إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعاء. اللهم اجعل هذه الليلة المباركة من أسعد لياليها يا رب العالمين. إخوة الإيمان والإسلام، ما كان لي أن أتحدث في وجود أستاذي الفاضل المربي العزيز الأستاذ عبد الفتاح البلاط، الذي دائما ما يؤثرني على نفسه في بلدته وبلدتنا طه المرج. إخوة الإيمان والإسلام، إن الأستاذ عبد الفتاح الذي جاء ليتحدث وليؤدي واجب العزاء وليقدم خالص العزاء إلى أسرة الفقيدة من سنف وطح المرج، فليتفضل أستاذنا العزيز أستاذ عبد الفتاح مشكورا ليلقي كلمة العزاء، وجزاه الله خيرا. شكرك، شكرا جزيلا. لا خلاص، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد. فبالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن جميع عائلات طه المرج، أقدم العزاء الخالص لأسرة شعبان ولآل سنفا جميعا ولآل زاهر في طه المرج، داعيا مولانا تبارك وتعالى أن يتغمد الفقيدة الكريمة، وكانت ضرة في جبيننا، الراحلة الكريمة أحدثت رباطا قويا حين تزوجت هنا في سنفا، تربت بين أحضان أسرة عريقة هي أسرة زاهر، ثم انتقلت إليكم في سنفا عند آل شعبان فأكرمتموها، بارك الله فيكم جميعا. أيها الإخوة، الراحلة الكريمة لن أضيف شيئا، وربما تكون شهادتي مجروحة فيها، إن قلت أنها كانت من خير نساء عصرها خلقا وكرما وعطاء وعبادة وطاعة لزوجها. ذكرتني بالسيدة أسماء بنت يزيد لما ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له: يا رسول الله، ذهب الرجال بالأجر كله، يصلون معك الجمعة والجماعات، ويحضرون معك الجنائز والغزوات، فكيف بنا نحن يا رسول الله؟ قال: قولي لمن أوفدك يا أسماء إن حسن تبعلكن لأزواجكن يعدل ذلك كله. حسن التبعل يعني حسن الطاعة. إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. كنت أود أن أستمع إلى شيخي فضيل الشيخ عبد شعبان وإلى أستاذي فضيل الشيخ مصطفى عبد الوهاب، ولن أطيل عليكم لأن معنا قارئين كريمين علامين من أعلام القراءة في المنطقة، مولانا الإذاعي الكبير الشيخ محمد الطاروطي، وأخي الفاضل العزيز الغالي الشيخ ياسر سرايا. أرجو الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن الذي سمعناه وسنسمعه الآن أنيسا لفقيدتنا في قبرها، وكانت تقرأ القرآن، كانت تقرأ القرآن دائما. أرجو الله تبارك وتعالى أن يجعل صبرها على فقدها لولدها رحمه الله تعالى، وأن يجعل القرآن أنيسها في قبرها وشافعا لها يوم القيامة. اللهم اسقها من يد المصطفى شربة ماء لا تظمأ بعدها أبدا، واجعلها يا ربنا في الفردوس الأعلى في الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وعزاء لآل زاهر ولآل شعبان، وأرجو الله تبارك وتعالى
أن يحفظ أخي الكريم معالي اللواء كمال دسوق شعبان وإخوته وأبناء عمومته، وأن يظل بيتهم مفتوحا للقاصي والداني كما كان. أرجو الله تبارك وتعالى كما كانت الراحلة الكريمة هي جسر التواصل بيننا في طحا وسنفة، أن يظل هذا الجسر ممدودا إلى أن نلقى الله. وأدعو الله تبارك وتعالى أن يتعلم أن تتعلم الزوجات والبنات من الأمهات والجدات. يا ليت الزوجات والبنات يتعلمن من الأمهات والجدات. كان جيلا متميزا في أخلاقه وعطائه. أرجو الله تبارك وتعالى أن يعيننا على تربية بناتنا كما ربى أجدادنا وآباؤنا إخوتنا وأمهاتنا. أيها الإخوة، لابد أن نعلم الحقيقة التي قال عنها سيدنا علي بن أبي طالب: ما رأيت يقينا أشبه بالشك من الموت. يقول مولانا تبارك وتعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه، في سورة إيه؟ سورة الجمعة. الله، أنت صحيح معايا. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سأستعرض بعض آيات القرآن الكريم التي تحدثت عن الدنيا وقيمتها. لا قيمة لها ولا وزن لها. لابد أن نستعد للموت. تأهب للذي لا بد منه فإن الموت ميقات العباد. أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد؟ القرآن الكريم حين تحدث عن الدنيا كثيرا، أختصر في آيات ثلاث في سورة يونس: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام. أيوه أستاذي معايا شيخ مصطفى. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا. ما حددش القيامة هتقوم إمتى، بالليل ولا بالنهار. أتاها أمرنا يعني أمر الساعة ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. وقال في سورة الكهف: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وقال في سورة الحديد: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أستأذنكم في أن أذكر حقيقة هامة. ضللت أبحث عن كلمة متاع في كتب التفسير لمدة 10 سنوات فوجدتها أنها الخرقة البالية التي تضعها المرأة عند النفاس والحيض. تصوروا كلمة متاع في اللغة القطعة البالية التي يضعها النساء عند الحيض والنفاس كأن الدنيا لا قيمة لها. يقول القرآن تبارك وتعالى: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. أيها الإخوة، لابد أن نستعد. أتيت القبور فناديتها فأين المعظم والمفتخر وأين المذل بسلطانه وأين المعز إذا ما افتخر. تنادوا جميعا فما مخبر وماتوا جميعا ومات الخبر فيا سائلي عن أناس مضوا أما لك فيما مضى معتبر.
تروح وتغدو بنات الثرى فتمحو محاسن تلك الصور. الله أكبر. في الغابرين من القرون الأولى لنا بصائر، لما رأيت مواردا للموت ليست لها مصادر، ورأيت قومي نحوها يمضي الأكابر والأصاغر، أيقنت أني لا محالة حيث صار القوم صائر. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته لابد يوما على آلة حباء محمول، فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. بس شطارة أنك أنت تستعد، ما هو الموت إحنا كلنا نتذكره وفي دماغنا كلنا، طب إحنا عملنا استعدينا؟ لا ما استعدناش. أنا يعني أتهم نفسي قبل أن أتهم غيري بأننا لم نستعد للموت. استعدوا أيها الإخوة، وكما قال القائل ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها. ها أنت استعديت؟ ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس، ركوبك النعش ينسيك ما قد كنت تركب من بغل ومن فرس. دلوقتي الشروكي، الشروكي والعربيات الحديثة، إنما الشاعر العربي كان بيتكلم أيامها على وسائل المواصلات اللي موجودة. ركوبك النعش ينسيك ما قد كنت تركب من بغل ومن فرس، يوم القيامة لا مال ولا ولد، وظلمة القبر تنسي ليلة العرس. قال صلى الله عليه وسلم والله لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون، ولتجزون بالإحسان إحسانا وبالسوء سوءا، وإنها لجنة أبدا أو لنار أبدا. أيها الإخوة، لا أريد أن أطيل عليكم، العبرة أن نتذكر وأن نتعظ وأن نقرأ القرآن بفهم وتدبر. رحم الله العمة الغالية، كنت حين أراها أقول في نفسي هذه لؤلؤة ثمينة، وأتذكر قول القائل أنا البحر في أحشائه الضر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ عمتي الحجة فتينة كانت ضرة ثمينة فقدناها في عصر يحتاج إلى القيم وإلى الخلق وإلى العطاء، فيا ليت بناتنا وزوجاتنا يتشبهن بجداتنا وأمهاتنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأرجو من الله العلي القدير لفقيدتنا الفردوس الأعلى حتى تنادى روحها الطاهرة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للداعية صاحب القيم والأنماط، فهو بين الدعاة قيم كضابط الاحتياط. لنعم المتحدث شيخنا وأستاذنا ومربين الفاضل الحاج عبد الفتاح البلاط، ذكرني بقول نبينا صلى الله عليه وسلم إذا ماتت الأم نادى مناد من قبل الله عز وجل يقول لأبنائها ماتت التي كنا نكرمك من أجلها.